اليوم تم وصول الرسالة 15 إلى مديرية أوقاف المنوفية وقدرها 2 طن، وذلك لتوزيعها على الإدارات لتقوم كل إدارة بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، ليصبح إجمالي ما تم إرساله إلى المديرية حتى الآن 46 طن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله اليوم سلمت مديرية أوقاف الفيوم سيارة لحوم شقوق الأضاحي محملة بثلاثة أطنان لحمة، وبالتالي يكون إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف الفيوم حتى تاريخه 61 طن من لحوم شقوق الأضاحي. قامت مديرية أوقاف الفيوم بتوزيعها على جميع الأسر الأكثر فقراً والأشد احتياجاً على مستوى المحافظة. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر.